مسابقة الصوت الناديل المؤذن السيد الذي يطل عليكم من الإذاعة الجزائرية من عين تيمشنت. أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية والتي نسعد فيها بلقائكم مجددا. وهذه المسابقة دائما في إطار النشاط الثقافي الخاص بشهر رمضان الفضيل، وطبعا حرصا منا على نشر ثقافة الأذان بين الناس واكتشاف المواهب من ذوي الأصوات الندية وإبرازها في المجتمع. كما قلنا سلفا، تنظم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية وذلك بالتنسيق مع إذاعة الجزائر لعين تيموشنت مسابقة الصوت الندي للمؤذن الصيد في طبعتها الثانية. وهذه السنة اختير لها شعار حسن الأداء في رفع النداء، وعليه فإن المسابقة ستمت على مرحلتين. طبعا في البرايم الأول كان معنا 24 متسابقا، تأهل منهم 16 إلى الدور الثاني، وبقي معنا 8 مترشحين في هذا البرايم الثالث ليتسابقوا على النهائي، والذي سيبقى معنا 4 متسابقين إن شاء الله. نحيي الجميع، رأسي محمد العساوي في المرافقة التقنية والمراقبة، الأستاذ صديق عبد الكريم الذي يشرف على تنظيم هذه المسابقة، نحيي أعضاء لجنة التحكيم كل من الدكتور مغني صنديد محمد نجيب والأستاذ عزيزي أبو بكر والأستاذ رحماوي عبد القادر. على بركة الله نبدأ مع أول مترشح معنا في هذه المسابقة للبرايم الثالث السيد برحايل عمر، فليتفضل وبالتوفيق. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
بالتوفيق لك الطالب المترشح برحايل عمر. طبعا إلى لجنة التحكيم والتي ستقيم هذا العمل، نذكر مستمعينا الكرام أن لجنة التحكيم ستقيم العمل وفق معايير نذكر من بينها مخارج الحروف وصفاتها، حسن الأداء وجمال الصوت، وكذلك التغني بالمقامات. فتفضلوا سيدتي الكرام. نشكر المتسابق برحايل عمر على هذا الأذان، يعني الجيد والصوت النادي. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق بإذن الله. فقط ملاحظة صغيرة جدا 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 ظهرت لي، وهو يعني ضم اللام جيدا في كلمة رسول، يعني كان الضم يعني ناقصا قليلا، يعني يجب أن يتدارك هذا مستقبلا بإذن الله. موفق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤذن الفاضل عمر برحيل كان حقيقة قد ارتقى من درجة إلى درجة خلال هذه الجلسات التسابقية في أذانه. تحكم واضح، مخارج كانت سليمة جدا، أداء وتغني بالمقامات كان رائعا. أشكره على هذا الأذان بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر المتسابق الأول والمترشح الأول بمراعاة الترتيب. حقيقة في بعض الملاحظات التي سأبديها على المترشح، إضافة إلى ما قاله أخي بالنسبة للكم الفونيمي في ضم اللام، يجب أن يكون كما واضحا، يعني لا باغتي كونتيك فاليكو تكون فاست رحبة، يعني جلب الكم النفسي، الكم النفسي في فونيم الضم يكون طويلا، بإيضاح لفظ رسول. صفات كانت، صفات الحروف كانت سليمة في جلها، جمال الصوت كان جميلا، أو الجمال الصوتي كان جمالا مسترسلا، الأداء إيقاعه كان رتيبا ورائعا، المقام أعتقد الذي اعتمده الذي يظهر من معالمه مقام الصبا من أوله إلى آخره وحافظ عليه. لذلك أهب بالمترشح أن يطور من قدراته في التغني، لأن له إمكانات، ما أن يعني يرفع من قدراته التطريبية في الأداء له، وأشكره على ذلك وأتمنى له حسن أدائي. شكرا. شكرا لكم سادتي الكرام. مستمعينا الكرام، دائما نواصل وما تبقى من طلبة المترشحين ضمن البرايم الثالث من برنامج اليوم. طبعا شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم على هذا التقييم. نأمل أن جل الطلبة طبعا كما تفضل الأستاذ يأخذوا بعين الاعتبار كل النصائح والإرشادات المقدمة لهم. نواصل وما تبقى من الطلبة المترشحين لهذه المسابقة إلى الطالب المترشح سيد إيزا محمد، طبعا ليتفضل وبالتوفيق إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله